وفاة الأميرة نورة بنت سعود ابن عبد الله ابن جلوي آل سعود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بيان من الديوان الملكي حيث انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الأميرة نورة بنت سعود ابن عبد الله ابن جلوي آل سعود، وسيصلى عليها إن شاء الله اليوم السبت الموافق 4/5/1445، وذلك بعد صلاة العصر في جامع الملك فهد بالخبر. تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنها فسيح جناته. إنا لله وإنا إليه راجعون. وإلى هنا نكون وصلنا إلى نهاية خبرنا. دمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.